استشهاد الطفل عادل إبراهيم عادل داوود الذي ارتقى شهيدا بعد أن أطلقت قوات الاحتلال عليه النار من رصاص قناصة في هذا المكان بالتحديد، هذا المكان الذي هو متاخم لجدار الضم والتوسع الذي ترونه معنا في الشاشة، ويتواجد جيش الاحتلال بشكل دائم ما بين الأشجار، يتخفى ما بين الأشجار ليباغت المواطنين والشبان الذين أحيانا يحاولون المرور إلى الأراضي المعزولة خلف هذا الجدار. وأيضا تحدث بعض المواجهات في هذا المكان. بالأمس عند الساعة 4 تقريبا من عصر يوم الأمس أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على الشاب أو الفتى عادل إبراهيم عادل داوود دون تشكيل أي خطورة كما دعا أو عكس ما دعا الاحتلال في بيانه حول قتل هذا الفتى. لم يشكل أي خطورة، وأي خطورة يشكلها طفل مثل هذا الطفل الذي استشهد بدم بارد وبطريقة قاسية جدا برصاصة استقرت في رأسه، نقل على إثرها مباشرة إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية. حاول الأطباء جاهدين إنقاذ حياته، سيطروا على وضع النزيف وضخوا له وحدات الدم، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس لاستكمال العلاج، ولكن أعلن عن استشهاده عند الساعة 7:30 تقريبا من مساء الأمس. أعيد جثمان الشهيد إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلة عند الساعة 10 تقريبا لتبدأ مراسم التشييع عند ظهر هذا اليوم. سينقل جثمان الشهيد من مستشفى إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم نقله إلى مستشفى أو المسجد القديم في المدينة ليؤدى الصلاة عليه، ومن ثم الانطلاق إلى مقبرة الشهداء حيث سيوارى الثرى. بالطبع دعوات كبيرة للمشاركة بحشودات في هذا التشييع، وقلقيلة كلها يعني تشعر بالأسى والحزن على فقدان هذا الطفل، ودعوات للحداد وللإضراب صباح هذا اليوم في مدينة قلقيلية. هذه المنطقة يعني من المناطق الخطرة في مدينة قلقيلية ومحافظة قلقيلية بشكل عام. هناك العديد من الأحداث التي وقعت في هذا المكان وعلى أطرافه. أيضا قبل ثلاثة أشهر كان هناك استهداف ل رجل ومواطن من محافظة نابلس في هذا المكان، أيضا أدى إلى استشهاده على الفور في برصاص الاحتلال في منطقة ليست بعيدة من هذا المكان. فجنود الاحتلال وبعد يعني أن شددوا من الحصار على مقاطع الجدار في محافظة قلقيلية بدأوا بإطلاق الرصاص بشكل مباشر دون أي تحذير لمن يتواجد في هذا المكان، وكل من يتواجد في هذا المكان يعرض حياته فعلا للخطر. وأحد المواطنين الذين يتواجدون في هذا المكان معنا في هذا الصباح، صباح الخير، تعرفنا عن نفسك. صباح النور للجميع، محمود نوفل قلقيلي، أحد مزارعين مدينة قلقيلية. أهلا وسهلا فيك. تتواجد بشكل دائم في هذا المكان، وعن خطورة هذا المكان الذي كلنا نعرفه، ولكن أنت خير شاهد ربما على هذه الجرائم وعلى هذه الصعوبات التي تعيشونها في هذا المكان. نعم، أنا إجمالا تقريبا أنا يعني بدي أقول لك يعني 10 أو 12 ساعة يوميا هين موجود أنا. نعم. بصفة مسؤول عن المي هين بنكي المي للمزارعين، واحد المزارعين يعني باستمرار أنا موجود في المنطقة هذه. نعم. المنطقة خطرة ولكن لا تسبب يعني خطر كبير يعني للجنود، يعني أولاد صغار قاعدين باكين هنا يلعبوا، يعني ما بكى في مواجهات ولا بكى في أي شيء. يعني الولد اللي قاعدين معه حدثوني إنه بكى قاعد على المصورة المي، يعني بكل ما استعبنا اللي هو كالب، أجت رصاصة وهو كالب يعني وهو قاعد على الأرض، يعني ما كان في مواجهات ولا كان في أي شيء. يعني فعليا ما كان في مواجهات أو تشكيل خطورة على وين بالضبط كانوا قاعدين؟ أمي قالوا لي هان باكين قاعدين بالضبط عند شجرات الجوافة هان. نعم. يعني ما في أي خطر، يعني أنا بعد عن طريق، يعني في نظري أنا أنت شايف المكان ما في أي خطورة على جنود الاحتلال. يعني الشاب صغير 13 سنة هل بشكل خطر على جندي مدجج بالسلاح؟ بالطبع مستحيل يعني. نعم.
وعن هذه المنطقة أيضا، يعني ربما جيش الاحتلال يضايقون المزارعين وأيضا بعض الأراضي خلف هذا الجدار. هذه البوابة هي من البوابات التي مغلقة هي، ولكن من المفترض أنها مفتوحة أمام المزارعين. نعم، هذه البوابة مغلقة يعني من فترة، والمزارعين يعني بيعانوا لما يوصلوا على الجدار، بيلفوا على منطقة حبلي، وإحنا هنا بالمثل أنت شايف يعني لا بنعرف نشتغل ولا بنعرف نيجي مثلا نسكي، يعني دائما كنابل الغاز ما شاء الله ورصاص، يعني الواحد يعني صار يخاف إنه مثلا يظل في المنطقة. يعني الجندي ما بيفرق ولو فيش مواجهات عنده ولا بيشكلش أي خطر عليه، لكن عندهم الطخ اليوم ما شاء الله، ما فيش مثل ما قالوا لا في رقيب ولا في حدا عليهم يعني. نعم. وهم بيدعوا زي ما بدهم يعني في النهاية. بالطبع. وأيضا حوادث إطلاق نار على شبان صغار في المنطقة القريبة من هذا المكان، المنطقة القريبة من حبل أيضا عند عبارة المياه، يعني ربما أيضا المواجهات عندما تحدث يتعمد جيش الاحتلال بإطلاق القنابل الغاز لتسبب مثلا في أضرار في هذه المنطقة. طبعا بالضبط، يعني أي قنبلة غاز أي قنبلة صوت مثلا بيضربوه علينا بتحرك المشاتل، بتحرك الشجرة، أي طلع الشجرة إذا بتقدر المصور صور الشجرة انحرك، يعني كله من قنابل الغاز والقنابل الصوت. نعم. يعني دائما في النهاية إحنا نتآذى كثير كثير يعني، وهم ما بأخذوا في عين الاعتبار إنه هذه منطقة زراعية ولا شيء يعني، وما بشكله خطر عليهم في النهاية يعني، ما يعني لو تجيب أي واحد خبير قانون تقول له ولد 13 سنة بشكل خطر على المناطق هذه بقول لك لا، يعني ما في أي خطورة يعني عليهم، بس هم بتعمدوا يعني. ولكن هذه سياسة جيش الاحتلال. أيوة. شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافية. إذن يعني هذه الخطورة التي يعيش فيها المواطنين، وأي مواطن أيضا يعني يأتي إلى هذا المكان، هي واقع فعلا يعيشه السكان في هذه المنطقة. وأيضا نتحدث عن حوادث سابقة كما قلنا غير الشهيد، أيضا هناك إصابات خطيرة كانت في المناطق القريبة. هذا الشهيد الذي سيوارى الثرى في هذا اليوم هو ابن شقيق عميد الأسرى في محافظة قلقيلية، الأسير محمد عادل داود أبو غازي، الذي يقضي حكما بالسجن في سجون الاحتلال بالمؤبد مدى الحياة، وأيضا بقي في سجون الاحتلال 35 عاما، ولم يرى ابن شقيقه إلا عبر الصور، واليوم سيراه شهيدا يوارى الثرى بعد أن جيش الاحتلال قرر إنهاء حياته للأسف. إليكم زملائي. نعم، شكرا جزيلا لزميل أحمد شاور، كنت معنا من قلقيلية وتحديدا من مكان استشهاد الطفل عادل الداود بدم بارد. استهدف هذا الاحتلال الطفل عادل، جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال. نتحول أيضا إلى المزرعة الغربية.